الحديث عن المسؤولية الاجتماعية، ويعني هذا الموضوع واسع جدا، والحديث عن الأبعاد أيضا يأخذ وقت. كنت أفكر حقيقة عن ما أتحدث في هذا اليوم، ومنذ العام الماضي شاركنا في هذا المنتدى، وهذه السنة قلنا طب هل نكرر ما نفعله كل سنة، أو أن المسؤولية الاجتماعية فيها جوانب يمكن أن نفكر فيها بطريقة مختلفة. فوضعت عنوان حديثي أن المسؤولية الاجتماعية بين الابتكار والإبداع، بحيث أننا نبدع شيء مختلف، نبتكر شيء مختلف. إذا تحدثنا عن الأشياء التقليدية والواضحة التي يعني معظم الشركات والمؤسسات تساهم فيها في جانب مثلاً التعليم، فالحمد لله مؤسسة تاول منذ أكثر من 11 سنة 12 سنة بادرت في تأسيس قسم كامل للمسؤولية الاجتماعية. في جانب التعليم والتدريب هناك أكثر من 85 بعثة دراسية جامعية، الآن الطلاب يجلسون على مقاعد التعليم. أما بالنسبة إلى التدريب فيوجد هناك أو أسسنا معهد تاول للمعرفة، بحيث أنه معهد غير ربحي، وقد استطعنا أن ندرب أكثر من 650 طالب وطالبة من مختلف المناطق في مختلف أنواع التدريب وإلى ذلك. طبعا ما أتحدث لأنه في أشياء أهم من هذا كثير، صحة والعلاج، الأعمال الإنشائية، الأجهزة الإلكترونية، ومخصصات مالية للأسر المتعسرة، وبرامج أخرى. المهم الذي أريد أن أتحدث عنه وهو حينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والشركات تنخفض أرباحها، المشكلة أن المسؤولية الاجتماعية مرتبطة بالنسبة من الأرباح، وبالتالي تتأثر تأثر مباشر، بل وأن حاجات المجتمع تزيد في الأوضاع الاقتصادية السيئة والمؤسسات والشركات غير قادرة على الدعم. فقلنا هنا لابد أن نفكر بطريقة مختلفة، كيف نستطيع أن نوفر المبالغ الأقل للاستفادة القصوى بطريقة مبتكرة وبطريقة مختلفة. هنا أضع بين أيديكم مبادرتين أو مشروعين جديدين. أولاً برنامج حفظ النعمة. هذا البرنامج معروف، وقبل سنة تقريباً أو سنتين جاء مشروع من إحدى الدول الشقيقة وقالوا إنه لابد من وجود قضية يعني حفظ الطعام وحفظ النعمة من الهدر. فكانت القضية هكذا، أن نتفق مع الفنادق، مع المطاعم، مع شركات التموين التي تنظم الاحتفالات، ونتفق معهم ثم نأتي بالمتطوعين من مجموعة الشركات، والشركات أخرى توفر أيضا شاحنات للنقل والسيارات للنقل، وشركات أخرى توفر مخازن، وشركات أخرى يعني توفر من يحفظ جودة الطعام. ثم في اليوم الثاني تقوم هذه الشركات أيضا المتطوعين يأخذون هذا الطعام ويوزعونها على المستحقين. طبعا بالنظر إلى هذه الخريطة أو خارطة العمل، رأينا أن الأموال التي يعني تستهلك في هذه القضية مع الجهد المبذول الناتج كم والفائدة كم. فهناك تجربة حقيقة في محافظة البريمي واستفدنا منها واستضفنا بعض الأفراد منها، وتبين أن أعداد المستفيدين 95 أو 97% هي من العمالة الوافدة، وهي العمالة السائبة حقيقة، التي في الحقيقة نحن لا نريد يعني أن ندعم مثل هذه الأشياء. نعم من ناحية الإنسانية صحيح، ولكن من ناحية وجودهم في البلد من دون أن يكون الكفيل يدعمه أو لا، أو يكون عنده عمل يسترزق منه، وعبء بالنتيجة. ثم أن السلطنة طبعا مترامية الأطراف، ف
فهؤلاء حتى تصل لثلاثة أو خمسة في المية ممكن تكون عملية مكلفة جدا، فلا بد أن نفكر بطريقة أخرى. فبحثنا في العام الماضي أيضا ماذا نستطيع أن نفعل في قضية هدر الطعام. في رقم حقيقة نشرته شركة البيئة، وهو أن 54 مليون ريال عماني هو قيمة الهدر في الطعام في مرادم البلدية. 54 مليون، هذا ما هو معروف، وما ليس وما خفي كان أعظم. ففكرنا قلنا طب إحنا ليش ما نقطع المشكلة من الجذور، بدل أن نذهب ونأخذ الطعام الإضافي ونوزعه ونعمل هذه العملية، طب نفكر بطريقة أخرى ونحول القضية إنه نتفق مع المطاعم والفنادق والتموين ونوفر بعض المتطوعين، ليس لجمع الطعام وإنما بقياس مقدار الهدر والفائض اليومي عندهم. توجد هناك موازين، ميزان، نقيس. هذا المتطوع يذهب إلى الفندق في نهاية اليوم مثلا ويقيس كمية الطعام المهدور. إذا كان عنده 30 كيلو على سبيل المثال في اليوم الأول، نجعل هناك جوائز تحفيزية كبيرة من القطاع الخاص إذا استطاع هذا خلال السنة ينقص من 30 إلى 15 كيلو مثلا. بهذه الطريقة تستطيع المؤشر عندنا و 54 مليون، نظر نهاية السنة هل استطعنا أن ننقص هذا إلى 52 مليون إلى 51 مليون، ونشجع هذه الشركات التموين والفنادق بجوائز من القطاع الخاص، وهذه مبادرة مجموعة تاول، بحيث أننا نستطيع أن نحد المشكلة من جذورها من أصولها وليس من بعد، لأن 80 أو 70% من المشكلة تأتي في الأعراس والاحتفالات والبوفيهات الطعام. ومن هذه القضية راح توفر كثير. أولا نحن دولة نستورد جميع أو أغلب منتجات، فالعملة الصعبة تذهب إلى الخارج، هذا الشيء سوف يخفف من الاستيراد. ثانيا هذه المبالغ التي تجمع راح تذهب مرة أخرى إلى مساعدات لهذه الأسر بطريقة مختلفة. الشيء الثالث والمهم هو خلق ثقافة الاقتصاد. احنا تعودنا إذا في عرس والدي مثلا ما سويت 50 مرجل يعني أنا بخيل، ولكن نحن الآن نتفاوض مع جهات رسمية بحيث أننا نضع حتى للمطاعم حتى للفنادق المشاركة في هذا هذه الجائزة أنه توجد هناك مقادير، يعني الصينية في حد معين تغلق وتوزن، ما ممكن أنه تضع العيش مثل ما تريد واللحم مثل ما تريد، لا، إذا أنت تشارك في هذه الجائزة في نوع. أنا أتذكر أيام الجامعة كنا في الجامعة قدامنا مطعم، المطعم هذا إيش يسوي؟ طلاب كثيرين، 16 ألف طالب في الجامعة ويذهبون إلى هذه المطاعم، عنده قدر كبير في عيش ودجاج وما أدري وإيش، إيش يسوي؟ عنده ملة صغيرة يعرف مقدار كم يطبخ. الفائض كان عنده في نهاية اليوم، مطعم اسمه مطعم أبو محمود، تقريبا صفر على الشمال، يعرف كم طالب يوميا، حاسب بالضبط، يعطي لكل واحد 200 غرام يقول له يكفي، أكثر من هذا بتنام في المحاضرات. وبالتالي بهذه الطريقة كان يستطيع أنه يهدر. وعندنا تجربة في عمان حقيقة، إحدى المطاعم في عمان هي مدعومة من مجموعة تاول على أساس مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فذهبت يوم من الأيام أنا وأحد زملائي وطلبنا وجبة، أكلنا اثنين وبقى النص. في نهاية الشهر هو جاب لي الحسابات، قال لي يا أستاذ أنا خسران وما أقدر يعني أتعامل. قلت تعرف أنت عندك هدر تقريبا 30% في الطعام، أنت نزل الطبق ماله 15%، بس نزل لمدة شهرين تقريبا 15% من كمية الطعام. بعد ذلك قلت له نقص من سعر الوجبة 10%. جاب لي بعد شهرين قبل كورونا قال لي أستاذ بدينا نربح، بدينا نربح، لأن الهدر وقف
والقيمة صارت مناسبة جدا للمواطن على أساس أنه يشتري. بهذه الطريقة نستطيع الآن الصورة القبلية ممكن تكلفنا 1,000,000 ريال على أساس أنك أنت تنفذ هذا، بينما هذه الجائزة قد تكون 20,000 ولا 30,000 ريال لمجموعة من المطاعم ويكون نوع من الحافز. النقطة الثانية والأخيرة، أنا مشكلتي اللي يعرفني إذا وقفت أمام السماعة ما أخلص، فبالتالي إذا أحد ينبهني على الوقت يكون جيد. في العام الماضي لما أجت الجريدة المرموقة رؤية أستاذ حاتم وقالوا إحنا نريد مشاركة مجموعة تاول في المنتدى، فقلنا أيضا نفكر بشيء جديد، فجئنا بفكرة جهاز اللي هو reverse vending machine، اللي هو جهاز تجميع العلب والقناني. دقيقتين ولا 20؟ جهاز لتجميع القناني والعبوات الفاضية. طبعا جبنا هذا الجهاز من الخارج وكلفنا بحدود 3,000 ريال، وأذكر هذه القيمة لسبب. لما درسنا هذا الجهاز وماذا يعمل، شفنا أن فكرته جدا بسيطة، ولكن الطريقة التي يعمل بها في العالم طريقة جدا معقدة. يعني هي بسيطة ولكن معقدة. جهاز فيه سكانر وفيه مونيتر ومرتبط مع النتورك مع الانترنت ويعطي جوائز وأنت تجمع وإلى ذلك. طب لما تيجي إلى الإحصائيات، في عمان عندنا 8,000,000 عبوة فارغة حسب شركة البيئة يوميا. 8,000,000، يعني لو تضربها في 365 أنت تتكلم على بلايين من الغرش، قضايا كبيرة جدا. احنا حسبنا إذا كانت سعة الجهاز 500 قنينة، وعلى أساس أنك تجمع 8,000,000 يوميا تحتاج إلى 16,000 جهاز موزع في السلطنة. 16,000 جهاز لما تضربه أنت في 3,000 ريال أنت تتكلم على حوالي 50,000,000 ريال عماني، بالإضافة إلى الصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار وما إلى ذلك. فالعملية هي غير مجدية، وهي حتى في العالم هم يضعون حتى بس نصفق ونقطع الشريط، أما أنه عمليا ما ينفع. فأنا أخطأت وتسرعت في العام الماضي لما كان التكريم، وكان معالي محمد التوبي وزير التربية وزير البيئة السابق، قلت له إن شاء الله سنصنع هذا الجهاز في عمان. بعدين قلت أنا أعطيت هذه الكلمة، هل أنا أستطيع أن أنفذ هذا الوعد ولا لا؟ وظل هذا القلق قلق 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 إلى أن جاء موعد المنتدى الجديد. فظلينا نقرأ ونقرأ ونقرأ، وتبين أننا نستطيع أن نحول كل ما يفعله هذاك الإسكانر الغالي الموجود ويحتاج إلى صيانة إلى برنامج كمبيوتر، تطبيق صغير جدا لا يكلفنا شيء. ولذلك أنا الآن هذا الجهاز الذي اشتريناه ب3,000 ريال وهذا الجهاز الجديد الذي أنتجناه بتقنية حديثة لا تتجاوز قيمة 300 ريال عماني. هذا الجهاز إن شاء الله راح ينتج تجاريا بحلول شهر 6 أو 7 من هذا العام إن شاء الله تعالى. هذه هي النهاية، ودمتم موفقين إن شاء الله.